وهلا حديث البلد مع جيسي تراد أسطول. من كم يوم تحاورنا باقتضاب بحفل الام تي في، واليوم رح نحكي عنك اكثر بحديث البلد. جيسي تراد، انت مسؤوله القسم الاقتصادي، يعني اللي ما بهمه ابدا ابدا بهمك القسم الاقتصادي ولا ما بهمك هذا الشيء ابدا؟ بلا، الاقتصاد هو اساس بلا بهمني أكيد. بس انه بهمني لما يكون في صدق وفي هو أكيد. الاقتصاد هون المنطق، يعني نعم. لو بيجي هالمنطق هالما هون فرجي، يعني لو كل او بيلتقوا بدي اقول له الاساس سامي انه هو بالاقتصاد يمكن الوحيد الاقتصادي اللي واحد زائد واحد بيعملوا اثنين، ما بيعملوا مية. هذا اللي كنت انا بقوله، لو كل هوليك بيجوا لهون بكون فرجي. جيسي تراد، انت مسؤوله القسم الاقتصادي بالام تي في ومعده ومقدمه الفقره الاقتصاديه بنشره الاخبار، واللي بتتميز بسرعتها ودقتها ومواكبتها التطورات بهالمجال. جيسي، اليوم قديش المشاهد اللبناني، نحن بنعرف انه بالخارج في محطات مختصه بس للاقتصاد، قديش المشاهد اللبناني بيتابع التطورات الاقتصاديه نسبه للمشاهد الغربي مثلا او حتى العربي عامه؟ مما لا شك فيه انه المشاهد الاجنبي عنده شوي وعي اكثر من المشاهد العربي انه الاقتصاد جزء من حياته اليوميه لا يتجزا. اليوم نحن عم نشهد يمكن وعي جديد او اهتمام اكبر من المشاهد العربي بالواقع الاقتصادي، خاصه انه في الازمه الماليه العالميه يعني اللي وصلت لعنا وطالت جيبته في ازمه معيشيه كبيره اليوم بالبلد. الربيع العربي اللي انطلق من الوضع الاقتصادي المتردي وغير انظمه، كلها عم بتكون عوامل عم بتشد اكثر المشاهد العربي لانه مباشره عليه بالفعل، فصار عنده اهتمام ليقدر يعرف حاله بالنشره الاخباريه. هيك بتحكي مزبوط نفس انا اليوم حضرت لجيسي وكان عم تحكي كمان عن وصلت انه مزبوط لجيبه المواطن انه كمان تنكه البنزين نزل 200 و300 هللويا هو اخيرا يعني هلا صاروا عم بتابعوا ورح توصل من هلا لاخر شهر ل 1500 ليره. هي تحكي متابعة؟ لا انا لانه مزبوط معناتها هذا متابع جيد، هذا مثل للمواطن عم تابع صرت النشره الاقتصاديه لانه طالت جيبتنا، يعني انه لازم. جيسي قلتينا انه ممكن تتابع قريبا برنامج كامل بيختص بالاقتصاد على شاشه الام تي في، شو طموحك تقدمي من خلال هالبرنامج؟ طقس اكيد. اقتصاد، ما هي اقتصاد. بتعرفي بلبنان في شوي قلة معلومات، يعني حتى اذا شخص قاصد، اذا انا قاصدة اعرف اكثر عن 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 موضوع معين، حبيت من خلال هالبرنامج انه يكون فعلا سورس للمعلومات لهالمواطن ليعرف حاله وين واقف، شو ازمة البنزين، شو خلفية. حلوة حلوة، زبطت وحدة بكرنا على سطوة قالت على سورس ونقطة. على سورس ونقطة كارمن، منيحة، بداية موفقة، كفوة يلا. فرح يكون مصدر كامل ووافي لمعلومات حول مواضيع اجتماعية اجتماعية ولا اجتماعية اقتصادية. يعني هي اقتصادية ولكنها اجتماعية لأنها بتطال الحياة اليومية للمواطن سوسيو ايكونوميك يعني. بالفعل. جيسي تراد، بلشت بالال بي سي بنهاركم سعيد من خلال ريبورتاجات، بعدين على الباب يا شباب، بعدين قبل ما تدفعك حرب تموز سنة 2006 انك تقبلي عارض محطة السي ام بي سي عربية اللي هي كلها اقتصادية بالامارات، وهيك انتقلتي للصحافة الاقتصادية اللي اشتغلت فيها كمان بقناة الحرة بدبي، ولما أعيد افتتاح الام تي في بال2009 سلمت فيها القسم الاقتصادي. جيسي، بعد تجربتك بالمجالين فضلتي الصحافة الاقتصادية على الصحافة الفنية، ليه؟ صادقة أكتر، اقتصاد أرقام، واحد زائد واحد بيعملوا اثنين، صادقة أكتر كتير. يوم واحد وواحد بيعملوا اثنين بالحلقة، حاسس هيك؟ راضي؟ بس هو يوم بس راضي هو اثنين أي واحد أكتر شيء راضي؟ راضي علي أنا، الله يرضى عليك. صادقة أكتر، ما فيها كتير وجوه
وجه واحد، عملة واحدة. وأنا يعني حسيت أنه صار لازم أني أعمل نقلة نوعية بمسيرتي الإعلامية. اشتغلت اجتماع، اشتغلت فن كذا سنة، بس لازم تكوني تحبي هالمجال يعني حتى تقدري تكفي فيه، لازم تكوني انترستد يعني كتير بالاقتصاد. كتير حبيته، وأنا أصلاً دراستي صحافة وإعلام، رجعت تخصصت بالاقتصاد، وبحس أنه لقيت حالي هون، بقول يا ريت من الأول بلشت اقتصاد. جيسي تراد بدبي تعرفتي على زوجك مهندس المعلومات المعلوماتية ربيع قسطون، وتزوجتوا من حوالي سنتين، واليوم عندكم كارل اللي عمره 4 أشهر ونص. الله يخليه. جاسي، لندس نبضك الاقتصادي اليوم، حسابكم باللبناني ولا بالدولار؟ باثنين. عرفنا انه عندك ايمان بالليرة اللبنانية كتير، بتصلي لها حساب اللبناني اتقل من حساب الدولار، كون الفوائد على الليره اللبنانيه اعلى. دوت لها شمعه هو بما انه ما في خوف على الليره ابدا. يعني بدنا نقول يعني بنقلب ليره. ايه 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 اكيد اكيد. اليوم بتقولي لهم للمشاهدين قلبوا ليره لبنانيه؟ انا بقول للمشاهدين خلوا ودائعكم بالليره اللبنانيه. أيوة. ما في ابدا على الليره بالمدى القريب وحتى المتوسط. مصرف لبنان مسيطر على الوضع. نعم. على كل حال يا غي شو حاطت 100,000 ليره هيدا لمين؟ هيدا ال 100,000 اللي زعبر فيها نحن لازم نلحقه. هيدا ال 100 اللي زعبر فيها جيسي، على كل حال يعني الليره حافظت على استقرارها، قد ايه صار لها كم سنه تقريبا على زيت السعر؟ صار لها بركي شي 15 سنه او 15 سنه يعني ما 1005 الدولار 1005 صار له 15 سنه يعني كان عمرك انت بال 50 50 هلا بال 65 انا تقاعد 60 تقاعد هلا جددوا لي سنتين هون بس هيك لانه نحن تشفعنا ايه عشان بس نظبط الوجه. جيسي تراد وانترفيو ستيل. ستيل خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، او ستيل ما حدا راح واخذ معه شيء؟ ما حدا راح واخذ معه شيء. يا حرام يا ربيع. انت ستيل جميزي او ستيل زيتوني باي؟ زيتوني باي. انت ستيل عشاء بعدين سيني، او نايت كلوب بعدين كنافه؟ نايت كلوب بعدين كنافه. بيقو يا رجل سهيرة يعني بيقو. انت ستيل نم بكير وفيق بكير وشوف الصحه كيف بتصير؟ أهلين. او النوم الليل مش للنوم، الليل للسهر. الليل مش للنوم الليل للسهر. شو قاعدين يحكوا هيدا؟ بدك تطولي بالك جيسي. انت ستيل هلكتوني بهالاسئله، او ستيل حلو حلو بعد بدي؟ حلو حلو بعد بعد بدي. مش معي، مع صادرين هلا. يلا صادرين. اختاري احد الضيوف لتقومي بتسريح شعره. يلا نقي ضيوف ولا اصدقاء؟ يلا ضيوف ولا اصدقاء؟ مين ساعدك تقريها؟ يلا فعلتو. انا عبالك انت نشط له بدو كل شيء شوي، كانوا منوبرين على الهواء مثل المال الثاني. ولا شطوره جيسي. طب حبيبتي ولا جيسي شطوره ولا داغر؟ لوين بدك تروح مستعجل؟ بس جبنا سيرة السكس بدك تفل هي على الهوا. لا هي على الهوا. على الهوا مش رح نعمل شيء، قاعدين عادي. لا مش هيك، انه نترك مجال لغيرنا.
نحن مبسوطين فيك، بس شكلك بدك تروح نايت كلوب ولا سينيه ولا كنافه؟ لا هلا بيت. بيت؟ شكرا كثير بيير، نتمنى كمان نستضيفك باعمال ثانيه، بس خلص ما لبنانية. تكون عبريه، تكون لبنانيه. لا لا تكون لبنانيه 100% 100% ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا كثير لوجودك معنا. ميرسي. فخري، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. حلو التصوف والقعده بزبدين، بس حلوه عجقه حديث البلد كمان. ايه طبعا، ما هيك؟ مش بس حديث البلد، حلوه العجقه اجمالا. حلوه العجقه حديث البلد وغير حديث البلد. صحيح، يعني حلوه العجقه اول ما كانت كمان بتونس العجقه، بس هي حلوه بوجودك كمان انت، يعني تسلم. كمان بتحلي انت، نورت لنا القعده. صوفيا فخري، انت استاذه مدرسه سابقه ومذيعه اخبار سابقه كمان على محطتي المستقبل وزين، ومعنا الليله بحديث البلد لنحكي عن كتابك الاول الخاص بالاطفال مارفلوس الساحر العظيم، واللي هو مقدمه لصدور 5 كتب عن شخصيه مارفلوس باللغتين العربيه والانجليزيه. صوفيا، عنوان يعني وكفر قبل ما اقراه لكل هالكتاب، بنفكر انك عم تحكي عن نوع السحر الكليشيه اللي نحن بنعرفه، خصوصا من لبس مارفلوس وكانه بده يطلع ارنب حقيقي، ارنب من شابو تبعوله، حتى الساحر العظيم، بس انت بالكتاب عم تحكي عن نوع اخر من السحر، شو هو؟ بتصور سامي رح يعرف، عن سحر الحب. أكتر موضوع همني من خلال مارفلوس هو مش السحر التقليدي. نعم. يعني أول ما يمسك الولد الكتاب ممكن يقول أنه هيدا ساحر رح يطلع أرانب مثل ما قلتي، أو في خدع. هي خدع الحب المخفية بكل إنسان. نعم. مارفلوس قدر يطلعها، وعجائب الحب، يعني عجائب الشفا يمكن اللي فيها، أو قديش في يفرح هالحب. مشان هيك رح نحط لك غنية فيها سحر وفيها حب، وبس فيها غلغل فيا رح يحبها ميشيل. سحر وغلغل فيا، سحر اجاني بغنية وغيرني، سحر وغلغل فيا، سحرني اجاني بغنية وغيرني، عيني اللي طلي ورق. صوفيا مارفلوس الساحر العظيم، كتاب لصوفيا فخري مخصص للأولاد من عمر 6 لـ 8 سنين، ولأساتذتهم وأهلهم، بيتضمن رسومات ملونة ومميزة لنور طعمي، صادر عن دار الكتاب العالمي وموجود بالمكتبات باللغة العربية والإنجليزية. صوفيا الحبكة، مارفلوس صبي عمره 8 سنين عايش مع والدته بالتبني، حس حالي عم خبركم قصه هلا قبل ما ننام. قصه صوفيا، لانه عن جد حلوه القصه وجديده رح نحكي بالموضوع. مارفلوس صبي عمره 8 سنين عايش مع والدته بالتبني، وهي مراسله اجنبيه بتلتقي فيه باحد الميتم ببلد صغير بالشرق مثل ما بيقول، وهو بيقول كمان انه هي بتنتمي لبلد كبير بالغرب، وبتقرر تتبني، وهيك بيغير لحياتها وبيسحرها بحبه وعاطفته. صوفيا بالقصة أمه لمارفلوس بتخبره بكل صراحة
انه هو متبنى وانه هي كيف التقت فيه وكيف شافته بالميتم وكيف حبته. وهيدي اشياء ما بتصير عاده، على القليله مش بعمر صغير يعني بيصارحوا الولد. اليوم في مساج انه الاهل لازم يكونوا منفتحين واكثر صراحه مع الاولاد. هلا ما بتصير عاده بتفكيرنا، يمكن نحن بقربينا بوقت او بجيل كنا نخاف من هالمواضيع شوي التابو، انه الصراحه يمكن بتاذي الولد. انا بقول لا، الصراحه بتريح الولد، لانه دائما الولد وحتى الشخص الكبير يعني بخاف من الشيء المجهول، الشيء اللي ما بيعرفه. بس تعرف الشغله فيك تواجهيها بطريقه اسلس، وهذا الشيء بيعطيك شجاعه بانه ما في شيء بخوف، كل شيء له حل، بتحطيه على الطاوله بتلاقي له حل. هيدا اول كتاب هو مثل الانترودكشن اذا بدك، نعم. مقدمه لعلاقه مارفل بامه، نكتشف كيف هالصله او هالتواصل بالحب رح يفوت مارفلس بمغامرات كلها تكشف سر الحب، لان الحب بالنهايه وين موجود؟ موجود بالحريه، بالشجاعه، بكل شيء حلو، بالجمال. فكل جزء من كتب مارفل بيحكي عن نوع من انواع الحب اللي بنشوفها وين ما كان. بالفلك موجود، بالفلك. هلا بلاش نشوف كيف تفاعل الاولاد مع الكتاب بيكون. انا هون بدي نوه انه بما انه مكتوب للصف الثالث ابتدائي تحديدا، في اشياء قصد حطتها عندها بعد اكاديمي، يعني لما يحكي انه هي شقرة وهو لا، هون بالصف الثالث مثلا بيتعلموا الوصف، نعم. او ديسكريبتيف باراجراف، فيها معلمة الصف تنطلق من خلال هالمقطع بالكتاب ليوصفوا شيء ثاني او ليكتبوا عن هالشيء. محل ثاني بيحكي انه امه كانت حياتها جافه مثل الصحراء، نعم. من ناحيه بنكون عم نحكيهم عن العاطفه واهميتها، ناحيه ثانيه كمان عن الصحراء والمناخ والطبيعه، نوع من الجغرافيا. فيه كثير من هالسب ثيمز اذا بدك، مواضيع متجزئه من الموضوع الاساسي اللي هو يعني الحب. يعني بشكل مدروس انه يكون تعليمي كمان، يعني كمان مع القصه في عنده هدف تعليمي، بس الهدف الأساسي هو التوعية على أهمية العاطفة والحب بكل بيت. إذا فينا نشوف الصور من جوا كتير يعني حلوين وملونين وواضحين، مفسرين يعني بشكل حلو. صوفيا فخري، بدنا نوعد كل الاولاد انه اجزاء جديده من مارفلوس الساحر العظيم بانتظارهم، مثل مارفلوس يحل لغزا. عن شو رح يكون هاللغز؟ مارفلوس بحل لغز، حاعطي بس كلمه منه. بيتعرف على طفله اسمها سكر. سكر وبتدوب فيه. ومارفلوس صديق البيئه. مارفلس يعني بالانجليزي هي مارفلس جوز جرين اون تي في، بعد بالعربي ما لقيت الترجمه الفعليه له، بس دائما في شيء هيك مبهم بالتايتل ليحمس الولد ليقرا. يعني دائما في هيك نوع من السسبنس يعني فيه. واليوم عم بتفكروا تعيشوا مارفلس من خلال مسرحيه او عمل تلفزيوني، اضافه لتجسيده بابليكيشن على الايباد. حب يحول مارفلس ما يضل بس قاعد على الرف أو على كتاب، يصير شخصية عم تسحر هالولاد كلها وتعلمهم معنى الحب. يعني منكتشف من خلال هالكتاب قديش كتب الأطفال على بساطتها فيها تحمل معاني وتكون مدروسة بشكل لتوجيه الجيل الجديد. على الصعيد الشخصي صوفيا، إن شاء الله بنفرح منك قريبا ونشوف لك مارفلس صغير، مع أنه أنت منك كتير برو زواج بعتقد بالحياة. لا، سألوني هالسؤال بالعكس. كنت عم بسمع سامي، ما بعرف اليوم أثر فيي كتير بقصة حالة الحب الدائمة مفروض تكون موجودة عند كل إنسان، كنا منكون بألف خير. كنا عم نسألهم كأنه حلقة فالنتاين اليوم، أنت مغرومة ما أنه سألناه ولا كله. لك كلمة بقولها مارفلس. أوه كتير نحن بانتظار بانتظار مارفلوس، وبليز بس يطلعوا رجال اعطيني خبر حتى اشتري لا ساينت كوبي الباقية. شكرا كثير صوفيا، ميرسي كثير.